طيب ما رأيكم طال صمتكم؟ فعلا البعض يعتقد أن هناك حقوق يمكن أن تسقط بالتقادم. وعشان أقول لكم، من فترة طويلة الأهلي بعت خطابات لكافة الجهات على المستوى الرياضي، قدم شكاوي لاتحاد الكرة، للجنة الأولمبية، لوزارة الرياضة، للجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم. دي الجهات الرياضية المعنية بالرد. حد بيشتكي لك، حد مساه ضرر، حد صدقك لما قلت له مفيش حد فوق القانون في الرياضة، ومفيش حد هيغلط في اتحاد الكورة أو في المنظومة الكروية مش هياخد على الحساب. في ناس صدقت، ولما مساها سوء بعتت لهذه الجهات الرياضية كلها بتحضر، ما خدتش بأسلوب محترم، لا خدته بالدراع ولا بالصوت ولا بالمعاملة بالمثل معتبر. ولا المعاملة بالمثل ولا حاجة. فات كتير، ومفيش حد بيرد. ده اللي دفع النهارده الكاتب الصحفي الكبير الاستاذ عصام السباعي مدير تحرير الاخبار في زاويه بوكس اللي بيكتبها في الصفحه الثانيه ليومين على التوالي، يلفت النظر لهذا الحق الذي يعتقد البعض انه يمكن ان يسقط بالتقادم بالطناش. انت عارف يا استاذ ابراهيم، هو مأمول انه مش يسقط بالتقادم، يسقط بالتجاهل. بالتجاهل، وده اللي بيحصل. طيب، قال عصام السباعي: لم يتم حتى الان نظر شكاوي النادي الاهلي الى لجنه الانضباط باتحاد الكره رغم ما فيها من وقائع مشينه، وكنت اتصور ان مواثيق الرياضه ومعايير الشرف والرجوله تستدعي حسمها بسرعه. والسؤال: هل سننتظر حتى تسقط بالتقادم وفقا للماده 31 من لائحه الانضباط للعام 2019؟ وبيقول: وللحديث بقيه. كمل في البوكس الثاني: الذين وضعوا الماده رقم 31 في لائحه انضباط اتحاد الكره او غيرها والخاصه بتقادم الشكاوي بعد مرور عام على تقديمهم او على تقديمها، فاتهم وضع ماده اخرى تنص على تحديد مده محدده لنظر الشكاوي والفصل فيها ورد الحقوق لاصحابها، وذلك هو الحد الادنى لعداله اي مسابقه. يعني لما تحط لي ماده تقول لي لو اشتكيت لي وفات سنة من غير ما بت فيه الشكوى بتاعتك يبقى حقك انسى، حقك سقط بالتقادم. فبيقول عصام السباعي: المشرع الرياضي اللي حط في لائحة الانضباط هذا الشرط أو هذا البند فاتوا أنه يلزم لجنة الانضباط بمدة قانونية لنظر الشكاوي. المشرع اللي حط المادة دي بقى أستاذ إبراهيم، هنا الشفافية، هنا الإرادة. هل هو كان معني فعلا بضبط الأداء؟ عشان بتيجي تقول لي تسقط بالتقادم وانا ما اثرش، انا بعت لك شكوى انت ما بتتش فيها. لكن ازاي تسقط بالتقادم؟ انت ما بتتش فيها، يبقى انت لو عايز تموت اي قضيه تقتلها بالتجاهل. ده اللي بيحصل دلوقتي. كده بقول لك هو مش بالتقادم، بالتجاهل، تسقط بالتجاهل. تجاهلها هتقع لوحدها. طب انا بقدمها ليه؟ يبقى اذا المساله وجهه نظر ابحثها ولا ما ابحثهاش. ايوه، دي مش طريقه اخذ الحقوق يعني. طيب، على ذكر المشرع والمسؤول، لجنه الانضباط على راسها المستشار الجليل رئيس اللجنه اللي كان تحدث مع الاستاذ احمد موسى وقت ما قال له كل عناصر اللعبه خاضعه لسلطه لجنه الانضباط، وصدقنا ساعتها. نفتكر وان شاء الله خير. لو في مسؤول نادي او مدير كوره او مدرب او خرج عن زي ما اقول كده الذوق العام او الاخلاق او الانضباط العام، بتتعاملوا معاه؟ بص يا احمد بيه، انت قصدك ايه؟ لا انا بتكلم بشكل عام. لا انا بتكلم بكل حاجه، انا بتكلم بشكل عام. طب لا يا باشا، اي عنصر من عناصر اللعبه بما فيها مجالس ادارات الانديه، بما فيها مجالس ادارات الانديه يا فندم، والمنظمين كله، يعني بص حضرتك، كل عناصر، كل من له تدخل، الانديه واعضاء مجالس ادارتها وكل عناصر اللعبه. طيب، اللائحه اللي بتعدوها يا فندم، هل
يعني بتشوفوا مثلا لوائح دول اخرى بنعتمد على ايه؟ ما لازم حضرتك، انا جبت اللائحه بتاعت الفيزا ولائحه الكاف، ولازم اراعي هذه اللوائح كلها. واحنا بنحط اللائحه الانضباطيه، احنا مش بمعزل عن دول. خد بال حضرتك بالنسبه لاتحاد الكره بالذات في له وضع خاص، ان الفيزا والمحكمه بنجيب الاتحاد الدولي والاتحاد الافريقي بالضبط. ايوه لازم 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 اشوف الكلام ده عشان اتوافق معاه. مش هعمل حاجه بمعزل عنهم او فيها مخالفه لحاجه عندهم فتطلع قراراتي انا مش مظبوطه. انا ترجمنا حضرتك لائحه الانضباط بتاعه الاتحاد الانجليزي لكره القدم، واخد بالك؟ كل الكلام ده لازم نشوفه ونقراه نراجعه نشوف ايه المتوافق مع الكاف والفيفا ونحطه. كل الكلام ده ان شاء الله احنا شغالين عليه. طيب ما رايكم، دام او طال صمتكم؟ المساله طولت يعني فيها طبعا. هو يعني هل المناخ يعني خلاص كده ظبط لدرجه ان مش عايزين يعني نحرك فيه حاجه؟ بصرف النظر يا استاذ ابراهيم، بس ما مش كل كلمه هنقولها تبقى فيها يعني. احنا بنتكلم علشان نعود الناس كيف تؤخذ الحقوق، عشان ما نعملش حاله من الفوضى والعشوائيه في طريقه اخذ الحقوق في المجال الرياضي، عشان ما نشجعش على التجاوزات. مش كل دي اهداف الرياضه؟ طبعا ما احناش مطالبين، ما حدش قلقان على نفسه. يعني انت لما واحد يفضل يشتم فيا، ها انا لما عايز اعاقبه مش عشان احمي نفسي من شتمته، لا انا عايز المجتمع، لان دي ظاهره اصبحت النهارده يعني مدارس عماله تطلع لك تاخد حقك بدراعك ازاي. مش عايزين دي، على الاقل نبدا بالرياضه، فتبص تلاقي والله هتاثر على الشارع في الاخر. طبعاً يعني طبعا هو ده القيم التي يمكن للرياضه ان تقود شبابنا وتقود مجتمعنا الى السلوك القويم والشكل المنضبط الحضاري. لكن الاعتماد على ان خلاص بقى ما الموضوع قدم فيبقى خلاص بقى ما تعملش كده تاني، ما ينفعش. يبقى كل الناس تعمل اللي هي عايزاه وتعتمد والوقت ينسي وتعتمد على عنصر الوقت ده. يعني هو ده اللي قلقني، مش ان انا يعني موجوع قوي ومستني حق ولا بتاع. انا مش انا عدلي يعني صاحب الحق يعني، لان صاحب الحق الحقيقه دايما واخد حقه من استنكار الناس للتجاوز اللي بيحصل في حقه. يعني النهارده لما تيجي تتكلم على الكابتن الخطيب، هو انت هزيت صوره الكابتن الخطيب في حاجه؟ ابدا، بالعكس تعليته، خليت كل الناس اللي يديله وسام الاحترام واللي يديله سفير مش عارف ايه واللي يديله وبضدها تعرف الاشياء وبضدها تعرف الاشياء بصمته بالظبط امام الايذاء والشكوى. طبعاً هو خد حقه واكثر من حقه، صحيح بيرتفع ويزداد شموخه. وكلنا اما بنتاذي، انا ناس كتير بتتكلم لي تعتذر لي والله بعد كده وتقول لنا والله فلان اللي ادانا الرقم وقال لنا احنا اسفين يا كابتن، لان بيجد رد فعل ما فيهوش انفعال، ما فيهوش، لان انا مش حاسس ان اللي قدامي يقدر ياذيني، انا اللي اقدر اذي نفسي. تصرفاتي هي اللي تاذيني. ايوه لكن اعمل اللي انت عايزه، عايز تشتم انت حر، ده اخلاقك وده مستوى التربيه، ده مستوى الثقافه بتاعك. انا بالنسبه لي مش هتاذي. فانما لو في طريقه ان انا اخد حقي وحق المجتمع وده لازم تتاخد الحقوق، لازم تتاخد الحقوق.